هذا وتعقد اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، تعقد أول اجتماع لها الأربعاء القادم بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على استفسارات اللجنة حول البرنامج. من جهته أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة أنه يجب التركيز على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لرفع العبء عن المواطنين، مضيفا أن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال مدة عملها، وسيتم دعوة عدد من الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجنة لمناقشة كل منهم فيما يخصه من برنامج الحكومة.